نرحب جميعا بضيفنا العزيز الشيخ أحمد سلمان مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شيخنا العزيز، شو أخباركم؟ حياكم الله وحياكم. نرحب بكم وسعداء بأن نلقاكم وجها لوجه هذه المرة، يعني كنا نراكم خلف الشاشة. إذا تحب في البداية ترحيب إلى الإخوان، فيما بعد نبدأ بالمقدمة. يعني أنا سئلت هذا السؤال قبل وقلت أن الكلمات لا تفي بأن تعبر عما في قلبي من كلمات الشكر وكلمات الترحيب وللتعبير عن حفاوة الاستقبال والمحبة التي رأيتها في عيوني وفي كلماتي وفي كل شيء يصدر عن الإخوة، الإخوة المنظمين، الإخوة الحضور، الإخوة المستضيفين. لا يوجد مصطلحات تفي بالغرض في ذلك. الله يخليك شيخنا، ونحن بالفعل سعداء بهذا اللقاء. طبعا نحن لا نريد أن نسرق الوقت من خلال الحوارات، ولكن فقط كبعض الإثارات في بداية هذا الحوار. طبعا انطلاقا شيخنا من هذا العنوان، لابد ان يكون عندكم مقدمه حول مجموعه من هذه التحديات اللي ممكن ان نثيرها ونتطرق لها الان. يعني اليوم عالم مفتوح، تحدي في هذا العالم الافتراضي، هناك افكار وافده كثيره، هناك تحدي اخلاقي، هناك تداخل في الكثير والتباس في الكثير من الافكار، أسئلة موجودة في مقابل هذا. اليوم الشاب يسأل، يبحث عن إجابات إلى أسئلة، إن لم نقدم نحن الإجابة عن هذه الأسئلة فمثل هذا الشاب ممكن أن يتجه إلى أي موطن آخر ليتلقى هذه الإجابات. تفضل شيخنا. طبعا التحديات التي يواجهها الشاب ويواجهها المجتمع الإسلامي اليوم كثيرة وكثيرة جدا، ولعلنا لا نستطيع تعدادها فضلا على أن نقف عند كل واحدة منها بالتفصيل والبيان. ولكن لعل أخطر تحدي نواجهه اليوم هو التحدي الفكري الذي يعتبر أصلاً لكل تحدي آخر. عندنا تحديات أخلاقية، تحديات سلوكية، تحديات اجتماعية في الأسرة، في مجتمعاتنا المصغرة، ولكن يبقى تحدي الفكري هو الأساس اليوم. لماذا؟ يعني مثلاً في السابق لما نتحدث عن التحديات السلوكية أو التحديات الأخلاقية، قد يكون هناك ممارسات غير صحيحة، غير صائبة، انحرافات سلوكية. مثلا افترض شاب يمارس أمور محرمة، أو شاب مثلا مارست أمور محرمة، نزعت حجاب، فعلت شيء، لكن بالنهاية سواء هذا الشاب أو هذه الشابة دائما هناك إحساس داخلي بأن هذا الذي أفعله حرام. لذلك لو جئت لهذه الشابة وأنكرت لها لماذا نزعت الحجاب، هذا مثلا أمر إلهي، واجب إلهي، ماذا ستجيب؟ الله يهدي إن شاء الله. هذا التأنيب الداخلي الموجود في الضمير المبني على الاعتقاد بوجود مخالفة حقيقية في حق الله عز وجل، هذا وجوده مهم. هذه الشابة أو هذا الشاب إذا سمع موعظة فيما بعد قد مباشرة يرجع. اليوم التحدي الفكري ماذا فعل؟ نزع هذا الشيء من قلب الشاب ومن قلب الشابة ومن قلب الإنسان. كيف؟ عندما تلاعب بالمفاهيم وتلاعب بعدة أمور كانت في السابق مسلمات. يعني من المسلمين كان في السابق يشك في أن الخمر حرام؟ يعني لعلها القضية من أبدهي بديهيات الإسلام. اليوم
عندنا من يأتي بعنوان التجديد الفكري أطروحة فكرية، لا ترى شرب الخمر جائز، القرآن لم يحرم الخمر، والعياذ بالله الزنا الفاحشة هناك من يشك أنه حرام. اليوم عندنا أطروحات تقول لا، هذا الأمر غير حرام، لم يحرم. الحجاب تقريبا لم يبقى محرم من المحرمات المنصوصة في القرآن الكريم إلا وجاء من أصلا يضرب حرمتها ويخلق للإنسان صورة أخرى. لذلك نحن من حيث لا ندري ديننا ينزع منا بإرادتنا. قصة جميلة أو حادثة، مو قصة، جوزيف ناي كان مستشار لرؤساء أمريكا، عنده كتاب موجود مطبوع ومترجم باللغة العربية اسمه القوى الناعمة، يتحدث عن التحولات في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف تركوا القوى الصلبة لعدة أسباب والتجأوا للقوى الناعمة، حرب الناعمة. فهذا المذيع المقدم سأله هذا السؤال، قال لماذا القوى الناعمة؟ أول أمريكا معروفة بأسطولها الحربي، حاملة الطائرات، الصواريخ النووية، لماذا لجأتم إلى هذا الأسلوب؟ أجاب بجواب غريب، يعني لو قاله واحد منا لن يصدق، لكن هو المقابلة موجودة طبعا لمن أراد الرجوع. قال لماذا أنا أحتاج طائرات وصواريخ وحاملة طائرات نووية لكي أخضع الشعوب، والحال أني أي شعب في الأرض أستطيع إخضاعه عن طريق البوكيمون وسلاحف النينجا وسبونج بوب؟ اللي هي شنو هي هذه الأمور؟ الأفلام، كرتون للأطفال. يقول أنا مستعد أغير شعب كامل وأخضع شعب كامل بهذه الكراتين البسيطة التي يشاهدها الأطفال. كيف يحصل هذا التغيير؟ هذه الكراتين ليست بريئة. بقى الصوت في تشويش. صلوا على محمد وآل محمد. هذه البرامج سواء كانت للصغار أو الكبار ليست بريئة، وإنما تحوي رسائل فكرية مبطنة يعمد على أو يعمد إلى غرسها في الطفل، بحيث تكبر معه شيئا فشيئا إلى أن يكبر هذا الطفل وقد تشبع بهذه الأفكار. فنحن لا، نحن أمام تحدي فكري حقيقي وخطير يريد اجتثاث ديننا وتديننا بأدوات خفية وخفية جدا. وهذا التحدي طبعا تبنى عليه تحديات أخرى. في سؤال هنا شيخنا، لما نختار كلمة التحدي الفكري، هل هو احنا هنا يشمل عندنا ما يتعلق بالجانب الروحي والوجداني؟ طبعا اكيد. لما ياتي الشاب ويبرمج في الدراسه انه المنهج التجريبي هو الاساس، الان دراستك اصلا اكاديميه تقوم على هذه القضيه، ان المنهج التجريبي هو اساس كل شيء، صحيح او لا؟ الان معرفيا ادلج، أصبح عنده حقيقة يعني تجربة. زين، فيما بعد قضية الروح سيأتي، توجد روح؟ علميا يمكن إثبات الروح؟ لا، لا يمكن إثبات الروح. الروح هذه مجرد طاقة موجودة في الجسم، لا أكثر ولا أقل. لا يوجد عندنا بعد غيبي في الإنسان اسمه الروح. زين، إذا لا توجد روح، توجد حاجيات روحية؟ لا توجد، لا توجد بعد، خلاص
لأن إذا نفى وجود الروح يعني أصلا لا توجد احتياجات روحية للإنسان، وعليه حياتك هي هذه المتع المادية الشهوانية الموجودة، اذهب وتمتع بحياتك. نعم. بس سماحة الشيخ هني لما نسأل الآن شيخ أحمد وهو يطرح هذه الأطروحة، ما هو الجديد عن سابق عهدنا في مواجهة هذه التحديات؟ لا نزال نتحدث عن أن الآخر يريد بنا شرا. السؤال نحن بالنسبة إلينا كياننا الداخلي وجدانيا، كياننا في المجتمعات، هل نحن هشين إلى هذه الدرجة بحيث أن هذه التحديات تستطيع أن تستحكم بهذه السهولة؟ جميل. مو لازم نوجه سؤالنا إلى الداخل إلى التحديات. أولا الذي تغير الآخر لم يتغير، ونيته وهدفه لم يتغير. ما الذي تغير؟ أدواته. أدوات الآخر هي التي تغير، وهذه الأدوات أصبحت عندها قدرة على انتشار أوسع وأسرع، وأصبحت عندها قدرة على استهداف كل الأعمار وكل الأجناس، بل أصبحت هذه الأدوات غير مرئية، ما عندنا عدو واضح. والأهم من هذا، لما نتحدث عن قوة ناعمة وحرب ناعمة، نتحدث شيء على المدى طويل، وما يريد يغيرك الآن. في السابق أيام النبي صلى الله عليه وآله واضح، يأتيك بالسيف على رقبتك، أكفر أو تقتل، واضح العدو. الآن اليوم لا، اليوم أدوات تبرمج وتربي جيلا كاملا لكي يكون هذا الجيل ذو انحراف فكري. هذا الآخر ما الذي تغير فيه؟ نحن ما الذي تغير فينا؟ هو أننا لم نصل إلى اليوم إلى مواكبة هذه الحرب، لا من جهة الوعي بأدواتها، ولا من جهة استحداث أدوات للمواجهة، ولا من جهة الدخول للميدان والمواجهة الفعلي. فلذلك الطرف الآخر هو بصدد الغزو وبصدد الاقتحام وبصدد مد جذوره في الأرض دون أي ردة فعل منه. التفت إلى نقطة في كلام شيخنا لما تكلمت عن دعاوى التجديد، يعني خلنا نخلي أكثر من خط، هل نخشى نحن التجديد؟ لا، التجديد الذي يكون ضمن الأدوات الدينية المبرمجة والمقررة والثابتة، لأنه اليوم الفقيه عندما سيستنبط حكم شرعي قبل الاستنباط يبحث في ماذا؟ الأدوات. وعلم الأصول بحث في الأدوات، الآن يأتي بأدوات ويقيم الدليل عليها، ثم فيما بعد يعملها في عملية الاستنباط، هذا الفقيه. دعاوى التجديد بعضها في ضمن هذا الإطار، في ضمن الأدوات المشروعة في التعامل مع النص الديني، وبعضها لا، هي تجديد ليس في فهم النص، وإنما هو مقابل النص، بل هو تجديد دعوة حقيقية لإلغاء النص. لأن دعوات التجديد الخارجة عن الإطار الديني هي في النهاية نهايتها تريد أن تقول لك هذا الكتاب القرآن ضعه على جنب، هذا في البيت، تبرك به، استخر به، قبله متى شئت، ولكن لا تعمل به. هي نتيجة دعوات التجديد الحديثة هي هذا، أنه فلنترك الدين والشريعة على جنب، ثم ماذا؟ ثم ننطلق في هذه الحياة ونستمتع بها. ورغم اطمئنانك شيخنا، إلا أن في إطار دعاوى التجديد أيضا داخل مساحة الجماعة المتدينة أيضا المساجلات كانت موجودة. نعم، لأنه كما يذكر الشاعر الشوقي، برز الثعلب يوما في ثياب الواعظين. هو ما يأتيك لضرب النص ولضرب الحكم ولضرب الدين، لا، يأتيك بعناوين خداع. الشيخ المظفر يذكر القضية، عنوان خداع،
قراءة معاصرة للدين، قراءة تجديدية في النص الديني. عنوان جميل، عنوان جميل بالفعل. الحداثة الدينية، الإنسان طبعا يميل، يرى هذا التطور في العالم ويميل إلى هذا الشيء، ولكن في الضمن هي عملية هدم وضرب للدين والتدين. وإلى قبل فترة مفكر من تونس معروف، مفكر ومفسر وعبر بما شئت، في آخر حياته في لقاء أو أصدر هو بيان ثم استدعى في لقاء، قال شرب الخمر حلال. كيف حلال؟ موجود اسمه محمد الطالبي، توفي قبل فترة. كيف حلال؟ قال لا يوجد نهي قرآني عن شرب الخمر، وبدأ يخبص في آيات الخمر. زين بس هذا؟ قال هم الزنا حلال. كيف؟ قال القرآن، ماذا ذكر القرآن؟ لا تكرهوا ماذا؟ على إكراه على البغاء، قال المحرم أن تكره المرأة على البغاء، لكن المرأة لو هي بنفسها خرجت لتعمل في البغاء، قال حلال حلال حلال، ولو ماتت ماتت شنو؟ شهيدة، لأن العمل عبادة. إيه شوف، هذه دعاوى ترى من يعني الشخصية، هذا وزن ثقيل جدا، وزن ثقيل جدا. وعندنا حتى في أوساطنا هذه الأطروحات بدأت تدخل ولها جمهور. عموما احنا بنبدأ بتلقي المداخلات والأسئلة، بس أنا أسأل سؤال أخير قبل إذا كان جماعة في استعداد إلى إحدى المداخلات. لو شيخنا يعني خلنا نقول أعرضنا عن هذه الدعاوى اللي جدفنا بها وأصبحنا لا نؤمن بها، السؤال المهم هو فيما يتعلق ب تحدي التجديد الذي ينسجم مع الأسس ومع المباني التي نقتنع بها، هل نحن أنجزنا هذه المهمة؟ أي مهمة تحديدا؟ مهمة التجديد، تجديد الخطاب الديني فيما ينسجم مع الأسس والمباني. جميل. لا نتكلم عن الشطحات. نعم. اليوم هل أنجزنا هذه المهمة؟ اليوم لو تنظر في الفقه هناك بحث كامل وواسع جدا اسمه بحث الثابت والمتغير في التشريع الإسلامي، وكتبت فيه كتب وطبعت فيه بحوث تخصصية عميقة، الفقهاء يبحثون هذه القضية، هل التشريع الإسلامي ثابت أم متغير؟ يسأل النتيجة، فيه الثابت وفيه المتغير. زين هذا المتغير كيف يتغير؟ عندهم نظريات ما شاء الله، مثلا الشهيد الصادق رضوان الله عليه طرح مثلا نظرية منطقة الفراغ تشريعي، السيد الخميني رضوان الله عليه طرح نظرية تبدل دخالة الزمان والمكان في تغيير موضوعات الأحكام، وغيره وغيره وغيره. عندنا الفقه حي، الفقه حي وقلب نابض. هذا البحث مخرجاته هي التي تعطينا فيما بعد نتائج التي يعبر عنها بالتجديد. نعم، لعل الإنسان الشاب العادي قد لا يرى أثر، يقول هذه الرسالة العملية لم تتغير، منهاج الصالحين هو منهاج الصالحين. لا، يبحث هذا البحث ثم مخرجات هذا البحث تصبح لها انعكاسات على الواقع. فتوى، نجيب مثال فقط بسيط، مثلا تشوفوا السيد السيستاني مثلا لا يرى كراهة لبس السواد، ملاحظين هذه القضية أو لا؟ في حين أنه القضية عند الفقهاء الماضيين لعلها مسلمة، السيد السيستاني قرأ نصوص كراهة السواد أو النهي عن لبس السواد أو الصلاة في الثوب الأسود بقراءة أخرى، قال هذه النصوص ليست ناظرة للسواد بما هو سواد، وإنما هي ناظرة للسواد بلحاظ أنه كان شعارا للعباسيين في ذلك زمان. فالنهي عن لبس السواد هو نهي عن اتخاذ شعار
العباسيين. في هذا الزمان سواد شعار العباسيين؟ لا، ليس شعار. ولذا وعليه لا توجد هذه الكراهة. شوفوا بعض الفقهاء يفتون بجواز لعب الشطرنج، رغم أن حديث الشطرنج بعد صريحة أو لا صريحة في النهي، يقرؤون بهذه الصورة أن المنهي عنه في الروايات مو نفس لعبة الشطرنج ذات اللعبة، وإنما اللعبة بلحاظ كونها لعبة حمارية، فلو انسلخت عن هذا العنوان جاز هذا التجديد. وهو رأي الإمام. نعم نعم، وغيره وغيره وغيره، فهناك تجديد في الفقه. غاية ما في الأمر الشاب لا يعني فقط، شوف منهاج الصالحين بعد نباقين في نفس الصورة.